شكرا. qui sont contre maintenant au niveau de l'hôtel de l'hôtel que les déclarations et les faits contenus dans un direct financier ou autre dans ce que de droit que nous avons signé en de la salle HMP article 2 عندنا حوار اللي راه لتحسين وضعيه العمال ما بين منا حتى ديسمبر ان شاء الله. وكذلك ما تنساوش باللي باش السيد رئيس الجمهوريه اعلن باللي باش ابتداء من جونفي 2023 راح يكون تحسين وضعيه العمال. احنا اتخذنا بعين الاعتبار هذا بليس دوتر موديفيكاسيون او نيفو دو لا ستركتور دو جيستيون تاعنا اي لا ستركتور دي سالير تاعنا راح تعاون العمال كثير وراح تحسن لاننا عندنا حوالي 5 سنوات ما كانش فيه تعويضات او زيادات العمال. هو المكسب الجديد انه بعد حوار مع الـ مع الـ مع المجمع الحمد لله يعني في الحقيقه المجمع يعني استجاب لنا ان كان عندنا حوالي 6500 ريتريتي اللي هما لي ريتريتي تاع لي زونتبريز ترافو تاعنا كان عندنا عندهم مشاكل دي بروبليم فينونسي ودائم لحد الان كاين عندهم 10 شهور و7 شهور ما خلصوش. هذا المشكل تحل نهائيا وهذا بعد حوار. الحوار هذا اثمر اننا احنا ما قدرناش نزيدوا كذلك العمال لانه نزيدوا نحو العمال للريتريتي ما يمثل والو. توصلنا باننا ان المؤسسات الفرعيه يزيدوا نطلعوا لهم في لاكوت بار تاعهم. واتفقنا على 2% مع الشريك الاجتماعي مش مع لاميتيال سي لا فيديراسيون ناسيونال دي ترافايير دي زانديستري الكتريكي غازير بافيك دي نيغوسياسيون.